غادي نشوفوا الأهمية ديال هاد القواعد في حل بعض المعادلات. إذا عندي هنايا، إذا أول معادلة عندي هي القيمة المطلقة لثلاثة ناقص اثنان إكس تساوي صفر. إذا كنقول هنايا بلاتي باش نحل هاد المعادلة، أول حاجة هي خصني نتخلص من هاد القيمة المطلقة. إذا كيفاش يمكن ليا نتخلص من هاد القيمة المطلقة؟ كنقول عندي أنايا أنه إذا كان لدي القيمة المطلقة ديالي عاود يساوي صفر، فأنني كنتخلص من القيمة المطلقة بهدوء. إذا هنايا كتقول إذا بمعنى هذا كيساوي صفر، إذا مباشرة ثلاثة ناقص اثنان إكس يساوي صفر. وصافي كتولي هاد المعادلة من الدرجة الأولى، كتبقى لك ناقص اثنان إكس هنا، ثلاثة موجبة كتمشي لمورا صفر كتولي سالبة، ثم إكس يساوي ناقص ثلاثة هدا عندك هنا الضرب كيمشي هنا كيولي قسمة ناقص اثنان، إذا كتختزل على ناقص كتبقى لك ثلاثة على اثنان. وبكل اختصار كنقول أن مجموعة الحلول هي ثلاثة على اثنان، باختصار أن هذا هو الحل ديال المعادلة هذه. مزيان، إذا نشوفوا الآن الحالة الثانية. إذا الحالة الثانية هي عندي القيمة المطلقة لاثنان إكس زائد واحد تساوي القيمة المطلقة لناقص إكس زائد أربعة. حنا عارفين أنه دائما المعادلة ما تقدرش تحرك فيها إلا ما حيدتي ديك القيمة المطلقة، وكنشوف هذه تكافي أش من خاصية. إذا إلا كانت عندي القيمة المطلقة كتساوي القيمة المطلقة، باختصار إذا هذا الأولاني كنخليه كما هو وكندير أو، والثاني كنبدل ليه الإشارة، بمعنى أنه باش نحلو هذه بحالنا غادي نحلو معادلتين، غادي ندير هنايا أو وشوفوا، يعني باش هذه كتبقى كما هي كندير 2 اكس زائد 1 تساوي، وهذه نخليها كما هي ناقص اكس زائد 4، او عاوتاني كنخلي هذه كما هي ديما الاولى نخليها كما هي وكندير تساوي ناقص بين قوسين هادشي اللي دخل القيمه المطلقه اللي هو ناقص اكس زائد 4. اذا انا وليت خدام في جوج معادلات هنايا، اذا كنعزل اكسات وكندير ارقام، اذا كتولي عندي هنا 2 اكس ناقص اكس كتمشي لهاد الجهه كتولي زائد اكس، ثم واحد كتمشي لهاد الجهه كتولي ناقص واحد، اذا كتولي ليا 4 كما هي ناقص واحد. 2 اكس زائد اكس هي 3 اكس، 4 ناقص واحد هي 3. وشوفوا اذا هذه لقيت هنايا في هذه الحاله 3، اذا اي ان اكس كتساوي ليا 3 على 3 اي كتساوي 1 في هذه الحاله هذه. طبعا الا بغيتي تتاكد واش هذا واحد صحيحه كتعوض هنا كتشوف 2 في 1 2، 2 زائد 1 3، ناقص 1 زائد 4 3. اذا راه كتقول لا باس راه عندي داك الشيء هو هذاك. ثم ملي وصلنا هنايا كنديرو 2 اكس زائد 1 تساوي، اذا هاد ناقص كنشرها ناقص مع ناقص كتولي زائد يعني اكس ديريكت، ناقص مع زائد 4 كتولي ناقص 4، ثم هاد اكس كدير هاد الجهة كتولي ليا 2 اكس ناقص اكس، ثم ناقص 4 زائد 1 كتمشي لهاد الجهة كتولي ناقص 1. إذا 2 اكس ناقص اكس هي اكس، ناقص 4 ناقص 1 هي ناقص 5. وباختصار إذا بغيتي تتأكد واش ناقص 5 صحيحة كتعوضها هنا كتلقى هي هذه. ناقص 5 في 2 10، ناقص 5 في 2 عفوا، ناقص 10، ناقص 10 زائد 1 هي ناقص 9، ناقص مع هذا الناقص هي زائد 5 زائد 4 9، مع هذا الناقص هي ناقص 9. إذا هذا يعني أن هذا الحل صحيح. إذا هو كنقول أن مجموعة الحلول هي ناقص 5 إذا و واحد بجوجو، أنه ناقص 5 صحيحة في هذه الحالة إلا عوضتها هنا، وحتى 1 صحيحة إلا عوضتها هنا. نشوفوا الآن المعادلة الثالثة. إذا نتمنى أن هذه تكونوا فهمتوها مزيان لأنها بسيطة، إذا ما كاينش شي حاجة هنا معقدة في معادلات الدرجة الأولى، فقط اللي خاصك تنتبه ليها هو كيفاش تفك من تلك القيمة المطلقة وتحضري ياك ما تهرب لك شي ناقص ولا شي حاجة تصدق في شي مشاكل. واضح؟ إذا هنايا نمشيو نشوفوا الحالة الثالثة. إذا نشوفوا الحالة الثالثة، عندي القيمة المطلقة لناقص 2 إكس زائد 4 تساوي 5. إذا هنايا عندنا أنه ملي كيساوي ليا طبعا شي عدد، وهذا العدد كنشوفوه هنايا موجب، طبعا مايمكنش تكون عندي القيمة المطلقة ديال شي حاجة تساوي عدد سالب. لو أنه مثلا كتب لك هذه المعادلة وتالك تساوي ناقص 5، هي تشوف قيمة مطلقة تساوي ناقص 5، علاش تدعي لك وقول ليه اس تساوي مجموعة فارغة، يعني الحلول ما كايناش سالينا، حيت القيمة المطلقة ديما كتعطيني عدد موجب بلا ما تفكر في القاعدة. واش مفهوم؟ هذه ملاحظة مهمة خصكم تنتبهوا ليها. إذا هنايا عندي فقط
تساوي عدد موجب. إذا كتطبق القاعدة كتقول لي إذا كان القيمة المطلقة لعدد تساوي موجب فإنه كتكون عندي إكس تساوي إر أو إكس تساوي ناقص إر، بمعنى أنه غادي نحل عاوتاني جوج معادلات كنقول ناقص 2 إكس زائد 4 تساوي 5 أو ناقص 2 إكس زائد 4 تساوي ناقص 5، وكان باختصار كنتهدى من هاد الأعداد بديك الجهة. إذا كتولي ليا ناقص 2 إكس كنخليها 4 كتمشي مورا 5 كتساوي ناقص 1، إذا ثم عفوا إذا 5 كتبقى كما هي وكتمشي ليا ناقص 4، 4 كتولي ناقص 4، إذا بشوية بشوية باش نتوما تستافدوا، 5 ناقص 4 هي 1 على ناقص 2، هذه لقيت الأولى. إذا أو إذا كتكون عندي عاوتاني ناقص 2 إكس، عندي هنا ناقص 5 كندي ليها 4 كتولي ناقص 5 ناقص 4، إذا أو ثم ناقص 2 إكس ناقص 5 ناقص 4 هي ناقص 9، إذا إكس تساوي ناقص 9 على ناقص 2 تساوي 9 على 2. إذا هنايا خرجت لي في الحالة الأولى إكس تساوي 1 على ناقص 2، والحالة التالية خرجت لي إكس تساوي 9 على 2 يعني تقبل حلين، وبالتالي مجموعة الحلول إذا هما هاد العددين، يعني يمكن أن يكون إكس يساوي 1 على ناقص 2 أو يمكن أن يساوي 9 على 2. إذا هذه هي بالنسبة للمعادلات، أجيو نشوفو بالنسبة للمتراجحات. بالنسبة للمتراجحات عندي هنايا أن ناقص 3x زائد 4 القيمة المطلقة أصغر من 3، إذا كنشوف عاوتاني هنايا عندي القيمة المطلقة أصغر من العدد، فإن هذا العدد كيكون محصور ما بين ناقص إر وإر كما شرحنا في الفيديو السالف السابق عفوا. إذا هنايا ملي بغينا نفكو هاد القيمة المطلقة باش نحلو هاد المتراجحة عندي هنا أصغر قطعا، إذا باختصار كنقولو هنايا إذا هذا التعبير كيولي ناقص 3x زائد 4 محصورة بين ماذا؟ بين ناقص 3 و 3. إذا هذه شي حاجة جديدة عليا أنه كيفاش نحل تقطيع، أنا كنعرف متراجحة كيكون عندي رمز واحد، إذا كيفاش غادي نحل التقطير؟ إذا أنت يا راه ماشي غادي تحل التقطير ولكن ستفك غاتفكك هاد التقطير هذا لمتراجحتين، بحيث كيولي عندك الجزء الأول اللي هو ناقص 3 أصغر من ناقص 3 إكس زائد 4، ماشي أو و، حيت خصو يتحققوا الشرطين معا، و ناقص 3 إكس زائد 4 أصغر من 3، يعني بحال إلا فككت عزلت هذه مع هذه قلت خصها تكون هذه صغر من هذه، عاوتاني قلت أن هذه خصها تكون صغر من هذه، إذا وكنفكك عندي المسألة ديالي كما هي، إذا حنايا مولفين أن إكسات كنديو من هاد الجهة وهادو من هاد الجهة، إذا يمكن لي نوجه هذا التعبير نردو عاوتاني ناقص 3 إكس زائد 4 وكنقلب الرمز عندك هنا أصغر قطعا، إذا كتولي أكبر هاد الجهة. ناقص 3 تفكر دائما ان هذا الرمز كيكون محلول على العدد الكبير، يعني هذا محلول اذا هذا كبير، انا اش درت جبت هذا هنا وجبت هذا هنايا، بحال الا عندي جوج اصغر من 3 انا ما عجبتنيش 3 هاد البلاصه، انا بغيت هذا كنرجع 3 وكندير اكبر من 2 وشوفوا هذا الرمز ديما محلول على ذاك العدد الكبير، هكا كدير باش تفك وما تبقاش تلف. اذا انا علاش درتو هنا حيت عارف اكسات كيكونوا عندي ديك الشيه، وطبعا بغيت نمشي معاكم غير بشويه ما بغيتش نزربو نتخطاو المراحل ندي اكس بلا بسرعه، طبعا هنايا حتى هذا جا في بلاصتو ماشي مشكل، اذا ناقص 3 اكس زائد 4، اذا يمكن لي ندي هاد ناقص 3 اكس نخليها زائد 4 كتمشي لديك الجهه كتولي لي 3 ناقص 4، اذا 3 ناقص 4 شحال كتساوي لي؟ كتساوي لي ناقص 1، هادي نكتبها هنايا باش نربح المساحه ناقص 1، وهنايا عندي ناقص 3 اكس 4 كتمشي هنا كتولي ناقص 4، يعني ناقص 3 ناقص 4 ناقص 3 ناقص 4 كتولي ليا ناقص 7، إذا وهنايا إذا عندي إكس وعندي هنا عدد سالب، أتونسيون عدد سالب، وملي كيكون عندي الجداء ملي كيكون عندي الجداء وبغيت نتفك من هذا العدد السالب، إذا باش يرجع هنا يولي قسمة كنقلب الرمز ديال المتراجحة كتولي ليا ناقص 1 على ناقص 3، كذلك حتى هنايا عندي عدد سالب كتولي ليا كنقلب الرمز كتولي ليا ناقص 7 على ناقص 3، إذا وهنايا كتولي عندي إكس أكبر من 1 على 3 وعندي هنايا إكس أصغر من 7 على 3، وعندي و
اذا هنايا هذه فاش فكيت هادو بجوج كيفاش غادي نكتب هاد الحلول على شكل مجالات؟ مزيان، اذا كيفاش غنكتب هاد الحلول على شكل مجالات؟ عندي اكس اكبر من واحد على ثلاثة، و اكس صغر من سبعة على ثلاثة. اذا انا باش نفهم هذا كنرسم عاوتاني باش نفهم، كندير هنايا وكندير صفر وكنقول ها واحد ها جوج، اذا غنكبر شوية ها واحد ها جوج ها ثلاثة، وكنقول واحد على ثلاثة هيكون واحد مقسوم على ثلاثة، اذا ها واحد مقسوم على ثلاثة، اذا هنايا عندي واحد على ثلاثة، وكنقول اكس كبر منها قطعا، يعني اكس يمكن يكون هنا، اذا اكس هنايا واضح. اذا هاي الحالة الاولى، اذا عندنا اكس كبر من هنايا، اذا كنقول ان اكس اكبر قطعا من واحد على ثلاثة كنديرو، وكنقول اكس اصغر من سبعة على ثلاثة، اذا كنقول كاع سبعة على ثلاثة ما عرفتش مثلها مثلا، كنقول سبعة مقسوم على ثلاثة، اذا جوج في ثلاثة ستة، واحد صفر، اذا جوج فاصلة ثلاثة ثلاثة، اذا تقريبا غادي تكون سبعة على ثلاثة هنا، اذا سبعة على ثلاثة، وقال لك أصغر قطعة، يعني غادي نمثل المجال ديال أصغر قطعة على سبعة على ثلاثة، ماشي راه مسخور، غادي ندير ليه ها هو أصغر سبعة على ثلاثة، إذا مزيان، إذا كنقول عندي هنايا رمزين، عندي أصغر وعندي هنايا وعندي وا، إذا شنو هو الحلول ديالي؟ الحلول ديالي ملي عندي وا، يعني البلاصة اللي كيتقاطعوا ليا فيها جوج الألوان، لاحظوا البلاصة اللي فيها المجال الأحمر والمجال المزركش الأسود، إذا فين هو؟ كنلاحظوا هو المجال ما بين واحد على ثلاثة وسبعة على ثلاثة، وكنقول أن مجموعة الحلول ديالي هنايا، إذا هي كندير هكا في الأول إس تساوي هاد المجال الاولاني اكبر من 7 على 3، يعني 7 على 3، لاحظوا 7 عفوا اصغر من 7 على 3، اذا كنقول اصغر 7 على 3 كنبدا من ناقص ما لا نهايه حتى 7 على 3 وكنقصيها حيت اصغر قطعا تقاطع، حيت عندي وا، لو انه عندي او هذه ندير اتحاد، ولكن في هذه الحاله عندي وا، حيت اشنو درت انا فككت غير التقطير، اذا كيكون عندي وا، اذا وا، اذا اشنو المجال اكس اكبر من واحد على 3، اذا اكس واحد على 3، اذا من واحد على 3 حتى البليس لا فيني، حيت من اكبر من واحد على ثلاثة، يعني من واحد على ثلاثة، إذا شنو هو الحل ديال هذا؟ هو تقاطع المجال الأول والمجال الثاني، وفاش مثلتهم هنا لقيتهم هو البلاصة اللي كيتلاقاو ليا فيها جوج الألوان، إذا هنايا كتكون عندي واحد ما بين واحد على ثلاثة حتى سبعة على ثلاثة، واحد على ثلاثة، سبعة على ثلاثة، ها هي مجموعة الحلول ديالي، مزيان، إذا وأخيرا عطاونا عاوتاني واحد المتراجعة بسيطة، إذا قال لك إلا عندك القيمة المطلقة لي إكس ناقص أربعة أصغر من ناقص أربعة حلها، ما يمكنش تكون عندي القيمة المطلقة ديال شي دالة صغر من عدد سالب، يعني في هذا في نهاية المطاف بحال إذا كتقول القيمة المطلقة تساوي عدد سالب، إذا حيت قلنا إكس ناقص أربعة وأصغر من ناقص أربعة بحال إذا قلت أوه عندك هنايا غير الجدر كله ما يمكنش نحققوها بالشرط، وبالتالي فإن مجموعة الحلول هنا مجموعة فارغة، مزيان، إذا هذا هو الحل، إذا أنا اخترت هذا المثال حيت هو شامل باش تعرفوا كيفاش تحلوا هذه المعادلة ديال الدرجة الأولى البسيطة، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا في هذه الفقرة، ننتقل للفقرة الموالية، ما تنساوش تتابعونا في القنوات ديالنا، إذا كذلك ما تنساوش أنه جميع الفيديوهات كتكون مرتبة في الموقع، دمتم أوفياء، إلى اللقاء.